أبدأ معك دكتور إدموند برأيك، كيف سيكون موقف واشنطن خلال اجتماعات الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة؟ وهل تتوقع فيتو أمريكي ضد الآمال الفلسطينية والعربية؟ ولماذا هناك ضبابية دائمة من البيت الأبيض تجاه مصير حل الدولتين؟ تحياتي لك ولضيوفك الكرام. فعلا هذه نقطة مهمة ما تفضلت وأشرت إليه، موضوع الضبابية هو فعلا وصف دقيق لما نراه. طبعا الإدارة بين الفترة والفترة تتحدث عن حل الدولتين وضرورة الوصول إلى حل الدولتين، ولكن في نفس الوقت الذي نسمع هذا الكلام نسمع دائما بأن الوقت غير مناسب الآن، وبالتالي فأن الإدارة غير مستعدة فعلا للتوجه باتجاه العمل فعلا على حل الدولتين. من ناحية يمكن القول بأن أيضا هناك تركيز على ما كنا نسمعه أيضا من إدارات سابقة، وهو أنه يجب التركيز على رفاهية الشعب الفلسطيني، على تحسين المستوى المعيشي للشعب الفلسطيني، ولكننا لا نرى فعلا تحرك باتجاه إقامة حل الدولتين، حتى أنه إلى حد ما هل فعلا هناك لا يزال هناك فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة مع قيام إسرائيل بعمليات ضم واسعة النطاق. ورأينا في الآونة الأخيرة مع هذه الحكومة المتشددة داخل إسرائيل أن الحكومة الإسرائيلية وضعت مسؤولية الاستيطان في مكتب جديد تابع لوزير المالية، وهو من أكبر المتشددين في إسرائيل سموريتش، وبالتالي فأن هذا يظهر أيضا بأن إسرائيل غير جدية، وأن الإدارة أيضا إلى حد ما ربما هي غير جدية في البحث والحديث فعلا عن موضوع حل الدولتين. فيما يتعلق بانضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة والاعتراف بها كدولة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أيضا هناك ضبابية. الإدارة طبعا لا تتحدث كثيرا عن هذا الموضوع، ولكن سمعنا بين الفترة والأخرى بأن الإدارة لا تعتبر فلسطين هي دولة حتى الآن، وبالتالي وأيضا هذا انطبق حتى عندما كانت هناك بعض المواضيع التي تتعلق ب إذن تتوقع فيتو أمريكي أعتقد أن الإدارة فعلا ستعرقل هذه المسألة. ربما إذا طرح الموضوع في الجامعة في الجمعية العمومية قد تختلف الأمور، ولكن هذا فعلا سيكون رمزيا حتى لو نجح، لأن المسألة هي فعلا في مجلس الأمن.